السودان عمق استراتيجي لمصر. طبعا اللي حصل زي ما حضراتكم عارفين في خلال الأسبوع العشر أيام اللي فاتوا أنه السودان يعني حصل انقلاب. هو فعليا الجيش والفريق البرهان اللي هو أصلا كان على رأس المؤسسة العسكرية قرر أنه هو يستولي على البلد كلها، يوقف العمل بالاتفاقية اللي كانت بتضمن وجود حكومة مدنية ويحصل نوع من النقل السلمي البروجريسيف للسلطة إليها. وحمدوك دلوقتي اللي هو كان رئيس الوزراء تحت الحراسة الإجبارية في البيت، والمهم يعني كل القصص اللي حضراتكم عارفينها دي كلها. طيب دي حاجات كلها موجودة وبنسمع عنها في الميديا، تهمنا إحنا في إيه في الموضوع دوت؟ أكتر من حاجة. نمرة واحد، علاقة السودان بأوروبا وأمريكا وعلاقتها بروسيا. لاحظنا في لهجة الفريق البرهان في خلال الأسبوع اللي فات اتجاه كبير جدا إن هو يترمي في أحضان الروس. يترمي في أحضان الروس لأكتر من سبب. أوروبا فاكرين لما عملوا المؤتمر اللي في فرنسا وحضرته دول كتيرة في العالم من اللي عندها مديونيات على السودان، وقالوا إن هم هيشيلوا المديونيات وهيعيدوا الجدولة وهيعملوا سماحات وهيدلهم فلوس و30 مليار وكده. طيب واضح إن أوروبا النهاردة لما يبقى عندها أولوية علشان خاطر الكل البلاوي اللي احنا عاملين نحكي عنها والطاقة والبرد والتجمد وغيره وغيره، أكيد يعني هيعيدوا النظر في طب احنا هنصرف الفلوس دي ازاي، ويمكن بدل ما هنجدولها على فترة معينة يبقى الفلوس دي تروح على مدد أطول وغيره وغيره. في نفس الوقت اللي فيه روسيا منتعشة، فأنا أروح لمين؟ هروح للكسبان. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، لأنه من المصلحة أن أنا فعليا تبقى علاقاتي مع أثيوبيا علاقات جوار وود، ولو هختار ما بين مصر وما بين أثيوبيا أنا هلتجئ أكتر أو هروح ناحية أثيوبيا، لأنه أنا اللي هشيل الليلة لو حصل أي حاجة والسد ده انفجر ولا جرى له أي شيء ولا حد بالغلط ضربه ولا غيره. فالهيئة العسكرية وقبضتها على البلد بيهدد كمان أن يكون في حرب أهلية بعد شوية، وأن السودان كما نعرفه ممكن يكون وضعه بيهتز. فخلينا نراقب الحتة دي كويس ونشوف أن في ترند واتجاه لدرجة أنه في احتمالية غير قليلة أنه يبقى في قاعدة عسكرية في بور السودان، قاعدة روسية كبيرة. احنا عارفين عندهم قاعدة كبيرة جدا وتاني أكبر قاعدة برة روسيا موجودة في طرطوس، لكن كمان النهاردة عينيهم على بور السودان. وزي ما بقول لو أمريكا وأوروبا العملية معاهم مهتزة، طب الصين نجمها بيعلو، روسيا نجمها بيعلو، اقتصادهم بيتحسن جدا، أنا ليه أرمي نفسي في أي حاجة تانية وهم ممكن يكونوا بيعضدوا هذا الأمر. فنلاقي أنه البرهان بيتكلم وعنده اتجاه كبير قوي ناحية روسيا. الحاجة كمان أنه في دول بتطالب بعودة حمدوك. يا ترى الدول دي مين؟ طرشيش وولادها، دول الخليج زي الإمارات والسعودية عايزين حمدوك يرجع وتعود الحكومة المدنية. طيب انت زي ما يكون بتبوش الراجل دوت في أحضان روسيا أكتر وأكتر وأكتر، وإحنا عارفين الأمور والمشاكل اللي ما بين دولت وبعضهم. مرجوع صغير لتركيا، أردوغان زار أثيوبيا قريب خالص الأيام اللي فاتت
وأبدى كل التأييد إلى أبي أحمد ولسد النهضة. في نفس الوقت طرد 10 سفراء من سفراء الدول الكبرى في العالم اللي هم قدموا احتجاجات ضد الناس المسجونين بدون محاكمة، اللي هم يعني مسجونين على الهوية السياسية بتاعتهم. فقرر ان هو في تاني يوم يطلع ويقول خطاب في منتهى القسوة ضد البلاد ديت، وان هو يبعت لسفراء الدول دولت ان هم غير مرغوب في وجودهم في الأراضي التركية، منهم أمريكا وإنجلترا وألمانيا ودنمارك وهولندا. يعني اللي أقصده إيه؟ ما أنتم مش عايزين تدخلوني في السوق المشتركة أو الاتحاد الأوروبي، أنتوا هو بيرمي نفسه في أحضان روسيا أكتر وأكتر وأكتر.